لمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير إياد العناز. أهلا بكم أستاذ إياد. أهلا وسهلا بكم. ما مدى أهمية دعم المحافظات المنكوبة للتظاهرات والتضامن مع الضحايا في بغداد وباقي المحافظات الجنوبية المنتفضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. في البداية علينا أن نقول أن هذه الثورة منذ بداية منذ انطلاق قبل شهرين وستبدأ غدا بشهرها الثالث أنه هي كانت ذات أطر وطنية، أي أنها كانت صوت الشعب العراقي. لا يهم إن كانت محافظاتنا الوسطى والجنوبية الشمال تخرج فهي صوت العراق أيضا. كل عراقي الآن عندما يخرج ويطالب بحقوقه المغتصبة ويطالب بالانتقام من الظلم والتعسف الاجتماعي من فعل الطغاة والظالمين، هؤلاء كل هذه الأصوات هي صوت واحد تمثل الصوت العراقي. الآن عندما يشارك أبناؤنا وأهلنا في هذه المحافظات بالتضامن والتكاتف والتعاضد، إنما تعطي زخما كبيرا إلى هذه الثورة، وتعني استمراريتها وتعني شموليتها، تعني انتمائها الوطني الحقيقي إلى مشاعر الشعب العراقي ككل. اليوم هذه الصور الراقية الجميلة التي هي جاءت مع كم تضامنية في إقامة صلاة الغائب على شهداء الثورة، ومن تحديدا شهداء الناصرية والنجف في مجزرتين كبيرتين يندى لها جميل الإنسانية، وستبقى عارم في تاريخ هذه الحكومة التي حكمت وتسلطت على العراق منذ 16 سنة ولحدنا، وتحديدا الحكومة الأخيرة التي رأينا كيف قتلت أبناء شعبنا خلال هالشهرين بيد باردة وبدم بارد 16 يعني إلى 18 ألف جريح وأكثر من 600 شهيد و 3500 معوق. هذه الأرقام هذه إنما تشكل يعني انعطافة تاريخية في أنه علينا أن نعلم أن الحرية وأنه الانعتاق من الظلم لا يمكن أن يأتي بالمرود والريعين. في ذات السياق أستاذ إياد، بالحديث عن هذه الانتهاكات المرتكبة، وكان هنالك اعتقال لشباب في الأنبار والفلوجة تضامنوا مع الثورة الشعبية في العراق، لماذا برأيكم تريد السلطة تحييد المحافظات المنكوبة عن المشاركة في هذه الثورة؟ يعني هي لا يختصر هذا الأسلوب القمعي المنظم في هذه المحافظات أو المدن، هي طبعا لا تسعى إلى اتساع قاعدة الثورة، لا تسعى على اتساع حالة الغليان الاجتماعي، تسعى إلى أن تجعل من هذه الثورة وكأنها ثورة ذات مكون معين أو ثورة مناطقية، في حين هي كما قلت ثورة وطنية شمولية عراقية الأصل والمنبت. هذا الأسلوب المتبع هو لا يختلف عن جميع الأساليب التي اتبعت خلال الشهرين الماضيين في كيفية قمع هذه التظاهرة، كيف أرادوا وأد هذه التظاهرة وفشلوا وسيفشلون، لأن الشباب المنتفض الذي خرج إنما جعل الموت والحياة حالة واحدة متوازية، لأنه يسعى إلى حريته، يسعى إلى استرداد كرامته وعزته. هنا هذه الثورة كانت لها معايير أساسية، أول معيار أساسي أنه أكدت وحدة العراق وعدم جزئته، عدم والانكفاء وضرب جميع المخططات التي تدعو إلى تقسيمه. النقطة الثانية والأساسية أنه قتلت شيء اسمه الطائفية المذهبية التي خلقتها الطائفية السياسية التي أتى بها الاحتلال الأمريكي ورعتها أدوات وميليشيات وكلاء النظام الإيراني ونفذتها هذه الأحزاب الكتل السياسية التي تتربع على عرش السلطة طيلة 16 سنة من عمر العراقيين. والنقطة الثالثة التلاحم والحالة الفكرية والوهج والحالة الفكرية والوهج والجمالية في الارتقاء إلى الفكر الصحيح الذي يحمله الشباب، وبالتالي هذه وهذا العنفوان الذي نراه في كيفية إدارة واستمرار الثورة. الحديث عن الشباب يقودنا أيضا للحديث عن الدور الذي لعبه طلاب الجامعات والمدارس في هذه التظاهرات، كيف تقيمون دورهم خاصة بعد إعلانهم الإضراب العام عن الدوام؟
يعني إذا أخذنا جانب مهم جدا، نحن نعلم أن أداة التغيير في أي مجتمع هو الشباب، والشباب هو يعني الأنفوان كما تحدثت قبل قليل. الشباب هو الطاقة الكامنة في نفوس من يريد التغيير الحقيقي. ما رأيناه خلال هذين اليومين أو الثلاثة أيام الماضية في معاهد وجامعات المحافظات العراق، إن كانت الغربية أو إن كانت بين قوسين ما يسمى بالسنية، وأنا لا أحب ذلك، ولكن هكذا أصبحت الحالة حتى نعطي التوصيف الحقيقي الذي يعطي حق أن نقول أن هذه ثورة وطنية. هذه كانت ليست هذه الأيام، هي سبقتها في أسابيع، ولكن كانت على حالات تأخذ عملية التأييد، عملية رفع اللافتات، عملية عدم الإعلان عن الاحتجاجات بتعطيل الدوام، برفع الهزيج الشعبية، بالكتابة على الجدران، بإصدار بعض النشرات. كل هذه كانت جزء من الفعاليات الشعبية الجماهيرية التي ساندت وكاتفت الثورة في بدايتها. الآن أصبحت لها متسعا كبيرا. الآن الشعب العراقي بكل فصائله، بكل انتماءاته، بكل مذهبياته وبكل قومياته، وتحديدا بعد المجازر المروعة في مدينتين النجف والناصرية وسبقتها في كربلاء وكذلك البصرة، أصبح الآن الحالة التأييد رأيناه كبيرا، والانطلاق أصبح واسعا، ولذلك كان هذا التأييد الذي انطلق من معاهد وجامعات المحافظات إنما كان له يعني وشام، يعني فخر واعتزاز يؤكد حتمية انتصار هذه الثورة. أشكرك، شكرا جزيلا لكم الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير الأستاذ إياد العناز، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.